واحد هون نسبة تقديرية كالعادة. تمام صراحة مي فركتوز تقريبا واحد من تقريبا تقديرية. هسه ضفنا واحد ما من الفركتوز اللي هو سكر احادي محلول برافود راح نضيف له يسوي راح يتفاعل مع الفركتوز لانه هو سكر احادي ويكون الراسب الاحمر داخله. وهذا السكروز هم يعني نسبه تقديريه واحد من سكر ثنائي ما راح يتفاعل مع محلول برافود. محلول برافود راح نضيفه للسكريات اللي هو سكر ثنائي. راح نحط محلول برافود اللي هو واحد ما للفركتوز سكريات احادي سكر احادي راح نرجل وهذا السكروز الفركتوز راح يكون راسب احمر راح ندخله هسه راح ندخله بالحمام مائي الحمام هو الماء حمام مائي حمام غليان راح ندخله وننتظر الى تكوين الراسب الاحمر. الفركتوز السكر الأحادي يتفاعل مع محلول برافويد يكون الراسب الأحمر بقعر بين يتكون بين الراسب الأحمر. أما السكرات فهو سكر ثنائية ما تتفاعل برافويد فهذا الفرق بين السكريات الأحادية والثنائية من خلال تجربة برافويد كاشف برافويد.